السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير ونعم من الله. الله يخليك. ان شاء الله الواحد يعني ربنا يرحمه يعني اذنب كذا ذنب، فالذنب ده ان شاء الله طبته هي الجلد او كده، فده يا شيخ نقدر نعمله زي ما نقدر نعمله بالنفس؟ لا ما تجلدش نفسك، استغفر الله واستر على نفسك.